بسم الله الرحمن الرحيم، الله والسلام على نبينا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه لما تسكت كثير. الإمام كن رحمه الله وإياه أمل في من الرحمن حرمل السلمي أن قال رأيت ابن المجبي يخرج من تختضي بابعه دم يخرج من يصلي توضع لكن عن عبد بن المبري أنه سال ابدل يخرج من الدم حتى تختضي بابعه يفتل يصلي آية العليم دم ورح مالك عنه عروة به أن المس مخربره أن قال عار بن ربي رضي الله عنه من ليلة الطعن أيقظ فأمر للصب فقمر لا حظ إسلام ترى صلى جرح يثع مالك عن يحيى سعيد أن ابن المسيب قال ما ترى غلب دم من فن ينقض قال من قال يا سعيد ثم سعيد بيب أرى مي بيئي قال يا مالك ذلك أب مات إلي ذلك. بسم الله الرحيم، الحمد لله بالعالمين، والسلام على نبينا وعليه وبه شهيدين. أما ما زلنا من مالك رحمه على هذه التي صها بخروج قلنا إن مالك رحمه الله تنى بضوع هو خدم من كلامين، أن الإنسان يعتبر من ما جاج منه، والثاني أنه منطقة وهي حار ويكرع في هذا ما بهذا. مالك في مسألة أنا بلاتة أب الآن بين والدرس قرأ الأول، فالأول فيهما باب جاء ثم لهذا الباب قال في من غلب دم رواية عن مالك، رواة مثل ابن أبو مالك، رواية أبو مصطفى مالك، رواية محسن وسويد الثاني الأرض زاد رابعا هو أصاب الدم فيه مالك إلا يتيح حدث لكن هذا باب أن ريع يعتبر آخر من أخذك المنفلي يختصر فقط أبواب التي يعني مالك في الباب هو باب الرعاة ساقطار عن الصح وعين الرعاة تكلمنا وشرح أن هذه كلها اتفقت من اختلفت والذي فيه الآثار لرأي الصلاة هل وضوء أم لا، قول ابن كان قول ابن عبد كان يغسل الدم مسألة الخلاف، المسألة عليها متفق على أن من فقوا يعني مسألة ساق ومن رعبت هب ويرجع ابني على صلاته هذين. لما قال مالك في المرسنا ما جاء في الرساق عن الآثار التي قال والتي لم بها يوم من سياق باب الثاني في الرعاة وساثرين على سالم سعيد فإنهم اختصابعه من صلاة وفتسه واضح باب الباب وقام من غلبه في حديث عمر لم هذا من الإمام الأول والباب لا إيه عند أن الباب ساق الآثار كلها آلة الرعاة الأخير والباب كبالرعاة دم لا صار يرقى يكون حكم المصطفى ولا صاحبه لأن الله في نفسه بقي إشكال من الباب الثاني وهو باب العب في الرعاة لماذا قال ذلك هالب أول انت زين الآن يعني مالك مالك عن عبد الرحمن بن لة الأسي أن رأيت سن المسير فيخنه الدم حتى اختضي طبيعه من الدم يخرج منه صلي يتوضى ما عن الرحمن المجبي أن رأى سابن عبده من آدم حتى أصاب يفتل ما يصلى يتوضى. طيب أن مالك قال باب في الرعاة ساق عن الأثار عن وعن سعيد أن رعى صلاتي صلى الصلاة مع العلة أن المسيب له في الأول كان ويتوضى. طيب لماذا قال إنك هذا عندنا لدى الجيه قال الإمام الزرق رحمة الله قال الإمام الزرق من ذلك باب الأول لك المختلفة في اليسيل قطع ثالث جاءك في الدم يسيل لا ينقطع في الباب الثاني جاءك في الدم اليسيل ولاحر على صف فكأن على أقسام ما أن يقطع وهو عفيه بين الفقهاء يكون أدير الباب وهذا لا خلاف فقهائي ولا عبرة إما أن يكون بحيث لا يقف فهذا مع الفقهاء لا عبرة الذي قاله الإمام. طيب المنهي ومنهج البر قال ابن عبد أن الإمام لم يد في الباب
تلك الآثار وكان مختلفة فيه من الرعاة بعضها المضوف أن السائل سأل ما هو راجح هو الذي عمل فكهذا وقال انظر أن السعيد توضى باب الأول لكنه لا توضى فيها لا على ذي عليه على رعاء أن الذين إن الرعاة فيه وضوء وناقض ولا يد هنا أن الدم وضى على الرعاة بناقض أنه لو ناقض وقليله نوع تسقليل ولا كثيرا قليلا بخروج قول كان الدم عيد في البيت ولم يطلع بل أنه بين الكثير لا كاف بأن رؤى عافى فيه واضح وجيه بن عبد الله. طيب الآن هذا كلها الإمام في مسألة تنو تحت ثلاث مسائل المسألة من ناحية عاف ناقض ناقض الأمل مسألة هي رعفة ثم ده فغسل أو طو هل على ما مضى من صلاة أم لا والمسألة الثالثة هي أن تقضه في الصلاة في الصلاة فهل على من صلاة أم لا واضح سائل ثلاثة سائل نبدأ به الآثار التي جاء في الثاني وفق على وفقين ومنهج فرقاني ابن نعم العمل مالك عن عبد بن حرب أسلم أنه تسعيد بيبي يرى يخرج الدم حتى يضب أرعه من لذ من أن يصلي يتوضأ سيد هذا يدل على ليس من نار تكلمنا المسألة قلنا اختلها وفيه قولين اثنين أول وهو السادة نفية حنابلا وهم أن اللذ منه من أي منطقة أنه رويس فإنه ينتخ للخنجس وذلكية والشافعي أما الماء قول وأما الشافعي ففي الجلاء رعافة وروج بسي من لا قضوا الوضوء هذه المتكلم والسية نابلة دلون بالأتي روي عمر عمر بن الخطاب وعن بابا أنه وضأ منه دلون بس يقولون إن تحاضى النبي صلى الله عليه وسلم بأن توضأ أمرها توضأ روج النجس وهو دم فنقول وجد دم أي مكان يلوه بأن توضأ واضح إليه السادية حنابلة شافعية إن وضوء تاج لا دليل من رسول أو محنه وتعالى حتى الناقب الإنسان وضع فهو على ولا ننقل إنه قد إلا دليل لم يقل صحيح فبقي مع أصل الذي هو مدى مالكية الشافع أن خسي اعتبر من نواة الوضوء هذه المهل إن المالكية وسيمش على أي مذهب عذهب الحق و فطينا اذان تابع وضع فرض فيقف في ليست عليها كثيرة نقول دم الذي وضوء هو وهو لان يتجاوز عنه اجمعت ذلك مجاهد الله وحيدا في هذه وقصير الكثير والدليل من القران سبحانه وتعالى ذكر الدم وحكمته وموحا فان بكون حاله وحا وهو الذي يوح وإيش هو عنه ففي هذا يعتبر بنا إيش من طيب الأثر مال الدراء بن حرم أسلمي قال رأى ابن أيبي يرعى فيمنه حتى ضبأه من طيب تختضبعه هذه المحتملين اثنين إما حتى بالأصابع ويقص صابع حتى الله جاء بعهم بأدانه فعلوا إلا والأولى إلا كل يعيش فلم تضب أصل يعني تختار وإذا اعتبر فيش من اليسير إيه هكذا فيسلم له يسلم للحنابل توجيه يشكل عيب إن الله ره اختضب يعني كل فحكم إيش في حكم فما نفية يقولون إيد روى عنه حرملة عبد الرحمن ولا في الحديث من عبد الله بن قصيد أيوة عبد قن عليه قن عبد أخو خان خلاف ثاني وابن حرب فهذا مسلم أصحاب وقائدا ترى النص فنرش آية الصحيح على رواية من كان فيعمى رواية روح سعيد أنه توقع بنى على أو رواية أنه إيه أن لم وصلاته طيب كالية مذهب لا قولاني بأعلاقها وأراد بي لك ما ألي قول إمام الزر كل المدهر لأن تير فالإشكال على توجيه من توجيه ابن عبد أخذ أولا قل حلت أولتم من الرواية أول عنه والرجل الثاني ابن عبد قوي هذا وأن ما باب في الرعاف الإمام يقول إن الفاصل هي المسألة إن في هذه هو تبع خروجي ولنتقد بوضوء كونه أو سير حفك
كذا لأن قد يريها الكثير فلم بعض التي قال في قلات نقدا جازم أصلا ليس بالوضوء فكون كثير الوضوء الآن إلى ولا يوجد هناك صحيح لا إن مع الأصل هو أن لا ينسب به الوضوء لجهنهج مسألة التي قلنا عليها وهي الرعناء ناقض ليس بنا مسألة ثانية تمنع على في مكانه ومالك لأنه منع على لما مالك في باب ما لا يجب من قلت أمسأم هذا المكان إلا القي والدم صبر ناج عند الحنف والحنف نفس القي اختلف الأدلة تبدأ أكثر من أفرضها المالك واضح الحنف لا ينبي بالذي سائل يتجدرها البغلي حتى لو كان سائل يسير عند الحنف بل لم يخل مجاهد ورعوا أكيد لأن واصلوا الصلاة طيب لهذه طيب نأتي إلى المعنية الذي رعوا وهي يبني ما هو من رعوا في الصلاة إما يطلع على مدى هي هو يغسل ووضوءه صحيح إنسان لركعة ثم في الركعة رعوا في الثاني فألزم بأدم يصله لأنه انتقض أو يصله لابد أن يزيل النجاسة ما هو الركعة هنا وقع بين ذلك الذي مهور أن يبني على نظام صلاة انفرد فعي يريد إن نفوذ ويقول هذا الصحاء المسور به من إلا ومن إلا في الجل الشافع مع إيش مع الجمهور إلا تأمر ابنه أبي بكر أننا يبفر عدم أو يتقيد البناء يشترط أن يكون على ركعة وأن يكلم اتفقوا على أداة كلا ولا بد أن يعيش الصلاة الشروط لمن عليه وقلنا إمام مالك لولا جاء سلف لغنى فيه الصلاة هذه المسألة الإمام شافها أصل على لما ونجاس لابد أن لا تكفل الآن توقف هذا عندك لما تقولون ابني كنا الأصل أستأنف قلتم بالبقال قولي لفحابة جاءنا عن صح الله هنا في المسألة طيب تأتي عند مسألة ثالثة اللي حدث إنسان الصلاة خرج مثلا في الصلاة وصلى ماذا الآن في الرعاف يبني قولا إلا عند الشافعي طيب بقه ولم عاد هذه المسألة ثم نرى إلى تكملة الثالث قول العلماء الرج منه على قسمين حالة كشف في الصلاة من الرج في الصلاة سواء أو ريح فإما أن يخرج وإما يسبقه إما يهجي بحيث لا يريع أن يقوم وهذا غلى سبقه عليه يكون يخرج ياري إذا خرج ياري يجمع على أنه انتق وعنه لا يبقى من ولا أن يستأل لقول الله عليه وسلم حين من أبيه إن الله بل صليكم يتقى هذا الأول هي معنى شيء وهو سبقه الحل وهو هل أو خلافين الفقهاء هب الحنان شافعي عن عليه يبقى على من صلاته على ما من صلاته وذهب والشافع والصحيحة الإمام على من سبقته من قضى من بطلة صلاة ويعيد الصلاة فنأتي إلى هذه قالت من الحدث فالله الحدث اتفق لأنه منتقب قرب الدهن إنسان الحدث اتفقوا أن هل سقطت أم والقديم أريد الإمام أحمد يقول اتقطت ذهب يطلع ويبني على الإمام ما والفيلم ونابل فيلم يقولون صلاته كقضت مثل وضوء وطيب جئنا إلى نقوى هذه المس يقول الحدي هو مواجهة إنه الصحابة كما دمع عن عمر أما راش ضوء هم أسأل الرعاة يظن من نواة فإذا به جميع للحنفية طيب الجمهور يقول إن جزء النبي صلى الله عليه وسلم الله لا يقوم إذا قد أحد واللفظ أحدث سبقه يسبقه الحدث هذا ووضوءه صلاته تحتاج إلى أن صلاة طيب الذي اختل البر في علم عنده هو أن الذي سبق حدث أحدث فإن صلاة انتقض ما انتقض يبين هذا هو الرعاف ما هو اتفق عاف فعلا يبني عند اتفق شرط واحد غير الركع قلنا يبني الله يفتح عدم الكلام فإن ماذا بطل يد البر إذا تهطلت صلاة
فكان والكلام كده إيش نواقض حدث كده صل حدث ومن الكلام فهطلتم هطلتم بملام أن ينتص بوجود واضح المن أي نقول أن الذي مضوء السبق الصلاة صحيح ما أنه يذهب وضع وإيش ويعيد ويستأل من هذه المسألة التي تتعلق نرجع الآن إلى الثالث قلنا الأب هي عند الباب أورد فيه الخلاف بين هل ارتقد أو لا وقح أنه الباب وقلنا ارتقده القليل وهذه على قلنا إيه مستثنى اتفقوا أن الدم قليل لا به بغيت على إن الدم كت بحمولاية فوبليها الإمام قال قالوا في به الدرح مال عن هشام عروة عنه سورة رمته أهو دخل عمر بابر الله عنه من التي عين فيه فأمر للصبح قال عم نعم ولا في الإسلام ترى لا فصلى وجو يثعم فعمر روحه أبو هذا أو هذا قاعدة عند الفقه حكم غدم فيفعل العلماء على الذي جرح أو رعاف خرج منه غدم الشيء من البذل حيث لا يتوقع إنه على ولا حرج ومن باب المشاغل الأمة في الصح أن نساء صلى الله عليه وسلم تصلي وتضع تحت لأنها طحاض قرت الدم تلاية السد كان فكان لي على تش عم قول المخرم أبو المنه الله وهذه طعن كانت الصبح وإن هذا ابن عبد في الرواية اللي عليها عند البو ومسلم أن عم طعن في الصلاة استر الرحمن عبد من الصلاة فقال الرحمن بأور إن كوثر إذا جاء ثم والذي ابن عباس شدت الطعن طعن بأغمية فافوا أن قت فماذا قال اقرأ الأمر أن على الخط الله من التي طعيها فأي قمراءة الصبح عمر هنا باب الوجود يجب قد الرجل خيفة أوات الوقت هل أنه مجروح مريض لدروا خير الوقت فلا يصليها لأنه على حال وعليه في هل ذا من أنه يجب أن يقف أو أنهم يقوموا ما هو لأن في إرتي هل أو على قيد فاحتاج إلى ماذا أي قال صبحي هذا قيل أردتم أن فنم على الصلاة دليل على عن الصلاة فعمرة الصبح فقمر نعم والضفل لمك الصلاة قال عمر في رواية وهناس لأغمي الطعن حتى أن قوه لبج من جرحه فعنه هالك لقى أهل أن توفي لته تلك تمر معه وإنما طعن ولم يمل وقد شهد رضى عنه فقال قال فصل وجر فقمر نعم ولا حظ إسلام الصلاة فصمر وجر يتعب إذ هو أن جرحه يتعب يعني وهو ناس مسألة إن الدم نجس بل هو طاهر لأن عمر صحابي مسلم الذي رمي أكمل وجه العلماء هائلان في محل إحنا عند أرضنا نتكلم عن قلنا على تسام تكون سيرة وإما ساء وإما لا ترقى فإذا سيرة أقوى على أن عليها ونطلع ذلك أنه لا عليها وإذن أين مسألة أن الدم ويمكن فالذي أن الظاهر هذا الأثر يستقيم لا بد واضح صلط عن فلم وهو وهو واضح دل على أن لا يمو على أن طيب عمر لم قال الضفل ترك الصلاة لا إسلام من ترك الصلاة اختلف في فهم الجملة حظ هو حظ أنا إبا لهول وبكفر فإن تارتي يعر خارجنا حظ حظ كاملا فورا له كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا إيمان لا أمانة له صلاة المسجد في يعني أمانة كاملة صلاة كاملة وقع بين تارك بعفقوا لأن صلاة على قسم إما كهجو نكران ويقول أنت ليست بها اتفقوا خالا خارج من حكمه مرتد هذا ولا عليه في مقابل ولا أهله له فيم وأما القسم الثاني الذي ترك وكسر ما هو مسلم بمسلم الخلاف بين الجمهة هو ودهلته إلى أنه إيش يحكم ولا في من ترك تكا وبها إيش حودا هنا قال مسلم قول الجمهور ماذا نفعل يقع الخلاف الحنفية يقولون يحوي يعذب إلى المالكية وهي يقتتاب فيصلي واحد إلا كما قتل مانع زكاة أنه يعتبر فيقدن تلو إيش حودا
إما يقتل جهد كما يقول لا ويقتل أدن والمال وإما يحب ويعز وهذا سوف الكتاب وفاشها هنا. والذي يطي هذه المسألة هو ماذا هذا الحنان عليك الصلاة قن على لا يخنى المئة أنه لم له الملة وبشأنه لأن النبي كما في الصحيح قال لا دم امرئ إلا بإحدى ثلاث ليس تأتيش فيقول الإباري الذي عليه الفوى هو أرضى هو يعز وإلى هلا سوف نعلم عليها إن شاء الله وشهاد الأن عمر ودمه دما وجرحه يتعب دما هذا يتفجل هذه المسألة متفق بين التي الدواء كان عافي جرح لكن يحيى بن أن قال مات من غلبه من رن قطع مالك قال يعيد ثم قال سعيد سيبي ثم قال المسيب أرمي بإيمان يحيى لكن ذلك ما سمعت في ذلك هنا تدل بها على طرح الفقهية العلم باب من الجاه ومن باب حيائي ما تدكى سعيد ترون فر نعم ما ترون ما في من غلم من رعاف ترون فيه الدم فلم يقطع عنه ينقطع عنه طيب الذي رعاف وقطع عن حكم سكتوا إلى اللش حتى يتكت وتكون وإيش لم يقال قال سعيد قال أنه مئ إيمان إذا أننا سؤال وإيش في من دوم من فلم يعن طيب إني يوضح لي ما هو مطرح هذا الذي غلب وكان يعني الحالة هذا متفق فيه لك السؤال رحت ترون يعني كلي قربت أعد قال من فيما الدم عاف ينقطع طيب ما ترى في من غلب رم ينقطع إذا أمعى في هذا السجد هو يحسن أنه أن رجل هو رعاف لكنه يركع أو سينزل نزل الرأس جاءه الدم يرعف تركوا حالة السجد لكن هو وراء ليس عن فمن حكم للذي إذا سجد هو رعاف لكن موجود الآن مثل ابن اللهم صل على محمد يسمى ألبه الرعاة مثل باس تعبت عين وجاءه طبه أطباء قال وعالج لكن بل رأسك 18 يوم يعني عال ويبقى رأسه فقال أدع الصلاة فعمي اسم ذلك واضح هو رأسه ممكن لا شيء أنه إذا أومسه رأسه وهذا في بعض العمليات لم يطب فأنه يومئ برأسه ينفتح الجرح ودم مسألة يحتملها ولا لا هو الحكم وهذا هو إلى ذلك رجع لإيمان الحال التي السؤال أنه هنه الدم يصلي أنه إذا سجد سوف يخرج عليه الدم يلوث وتي والماء يصلي عليه المسألة محتملتين وكلا المسألة جواب واحد أنه من كاره الحال حكمه هي نزم هذا من أصعادية أنه يصلي إيماء النبي صلى الله عليه وسلم رجل الذي وسير قال كيف أصلي قائما إن لم تصلي فإلا يوب لا فإماء وهذا دنا هذه الشريعة أن الحيها مرفوضة للإمام رحمه الله أن الدادة يوجد رجل فيها التي هي الدين أستطع قائم وإذا على جرحك فت أن استيابة طلي وأمي فنحن وتعاله التي علينا في الدين وأن نكون قد هذه الأبواب وفيها كفاية صلوات ربه على كيف فلم هو ملك إذا سجد عليه الدم ينقطع لا أي أن يغمو حالة هو إذا رأى سجد تملها وكلا من داخل ما الجواح يعني من هو باقع جي أنه يقول أي ما أصابه من حالة تنظر لك ثلاثة أن يكون يرجع عليه وإن كثير ولا يواته لحر هنا ويسيل كان أن صلاته صح ويغسل لصلاته ممكن لا تضع شيء لا يبرد أن يخرج ليس ينفتح وسخيش نعم حتى رجوع إنما هو القطر يعني لا يغلق مكانه هو محتمالي والاحتمال وهو من أراد يخبر نعم
فيه في ما قلنا بمين عبد الرحمن فتأ عندنا مسألة الذي سبق وهو إمام. نحن قلنا صح وضوءه وإيش حكم المأموم ذهب الثلاث فيته وش الجديد قبل أنه صحيح وذهبت إلى أسهم كذلك إلى الإمام بطل المأموم استدل بالإسم بفعل عمر بفعل ويستخلقه الحدث فإن كان هنا عافدة يعني هنا تطلس فكيف به النات التي لهذا زهري عليه إن الاستدلال فقط في الرعاة التآثار قال سبب الخليه المسائل لها في مسألة بناء فيها صلاة هي كاملة أنها متى يعني تركع صح تانية أو صلاة كلها كم بصح إلا بمين قلت إن تجزي جوز لك لأنك ولسل ونك الدم في ثانية الركعة لها ومضت صحيح عليها فهذا أصل الخلاف في مسألة البناء في مسألة تعرف وخلاف الحال مع الجمهور سبب الخلاف أن الصلاة أفتى قول ودور خلاف هنا ابن رعفة هب وتو وأتى فعل من تعطيه سن شرعية فتقيه أحداث أو تنافي فقط على شيء لا يلحق أن الصحابة أفتى في القياس هل تجد فغير القياس مسألة وتقاط أو كيف لكم عندها الحنفية أنها تبعبي قول لا وهذا الصفتع غير القي لابد أقف فيه فلهنا جاءت يبرعف ولا يدها إلى إلهها وفي كفاية ربي وسلامه.